ماليزيا هي البلد الوحيد اللي حسيته يعني قدم لي أعطاني كثير. شيف فائز ستو شريطة تنسي أورام في مودا سيريا يند تنكي ماليشا من شاري بوان هيدو بين لبي باي أكن دي كونكسي برسما سيسار الزابي أنكا موسكرني ستنتينا شريطة عرب. حبيبي كم سفايز سيا عرب فلوغر دي ماليشا سيا عدد دنار تنتن تفائز دما هو تهو لبي لندوت من ناي تريتا ديا جوم. أنا محمد فايز من سوريا، عمري 35 سنة، مقيم حاليا ماليزيا، بشتغل شيف، شيف فايز اسمي. طلعت من سوريا بسنة 2010، طلعت على دبي، كنت شغال هناك ضليت 6 سنين تقريبا، اشتغلت شغلات كثير. بال 2016 صار عندنا شوية في مشاكل هيك بالإقامة، فاجيت على ماليزيا بال 2016، كمان اشتغلت شغلات كثير. السنة الماضية خططت وفكرت انه خلص حاجه انه ما بدي اشتغل، كون لحالي عم اشتغل. كنت بشتغل بشركه ماليزيه يعني، وقدمت استقالتي منها وبلشت بالخطه اللي لي يعني او الهدف اللي بسموه انه رح توصل للتارجت اللي لي. فبلشت بالطبخ فيديوهات بالبيت، ضليت على هالحاله تقريبا 4 شهور. بعد 4 شهور فتحت هيك ستول بسطة يعني صغيره بكوالالمبور، كل يوم نفتح لايف على فيديوهات على كذا، فالناس صارت تعرف وين انا، يجوا لعندي والعالم تخبر عالم. apabila tafaiz membuat keputusan untuk bila tak jawatan di tambak kerjanya dahulu sebuah cawangan restoran besar China, semua kawan-kawannya tidak menyokong keputusan itu, tetapi dia tetap bertekad untuk meneruskan rancangannya itu. كنت مشهور بالشغلتين هذول، ناسي عرب تشيكن اسمه يعني، هو رز مندي ودجاج واللامشنك. لامشنك طبعا لامشنك بس كنت اطبخه بطريقه مختلفه عن المطاعم العربيه او الماليزيه، كنت شوي خلط هيك بين دمج بين عربي وتركي، وبالاضافه للنكهه الماليزيه هن بيحبوا هيك السويت، بيحبوا الكوكونات ميلك. بعد الكنافه بلشنا بالكنافه، طبعا بعد الكنافه هون فتحت محل، يعني كان المده بين البسطه والمحل 20 يوم 25 يوم. شيف فائز من ملاك برجلانيا دنان برجانتون كي بدا ريسيبي استيموانيا دنكي محشورانيا دي ميديا سوشيال. ما عندي سيولة كان للتمويل للإعلان للماركتينج، فالله بعت لي واحد انه هون بيعتبروه فود ريفيو، فهو تواصل معي وبده انه يجرب اكلي وكذا، فانا بعثت له على البيت وعمل لي ريفيو، كمان يعني زادت شهرتي 3 أضعاف تقريبا بعد ما هو نشر لي عنده، كمان رجع نشر لي مره ثانيه وكل من دون اي تشارج يعني زيرو. شهر 8 في شركة فود فيستيفال دعوني على ايفنت عندهم هون بماليزيا، وكانت هي بقدح الفود فيستيفال، هاي أول مرة بطلع معهم. طلعت على قدح بس ما طلعت غير بكنافة يعني، طبعا الكنافة كنت أنا عامل لها فيديوهات قبل، فيديوهات يعني غريبة شوي إنه بالنسبة حتى للماليزيين أو العرب يعني، إنه هيك كيف نشط الكنافة بإيدي مثلا أقلبها، فهي إنه شهرتني أكثر. فإجيت على قدح الحمد لله كان عندي طابور كثير كبير، قررت إنه خلص أنا لازم أفتح هون بقدح. شفت محل هون كمان خلال 15 يوم كنت فاتحه، يعني أول ما فتحت كمان كان صاف عندي طابور ناطريني العالم إنه لحتى أفتح، ما توقعت هالشيء يعني. من هون أنا انتقلت من شيف لفوت بمجال البزنس يعني، لانه ما عاد فيني انا اطبخ في كوالالمبور ولا اجي اطبخ هون ولا كذا، صرت امشي على ستاندر معين للاكل. كمين من منتو جاو وانتو من هاتري بمبوكا ان سلاساتو غراي مكانان دي كدا دي منا ايان يا تبارتي بازار يندي بوكا ستيا بحاري.
kamubulihat sefaes tekaran semakin popular. Hari ini di kada ada ramai orang datang ke bazar ini untuk jumpa sefaes dengan cuba makanan dia. في ناس بتستثمر بشركة بتفتح شركة بعقار بتستثمر بعقار أنا استثمرت بهوى اسمي فكان هو تحدي كتير كبير لو خسرت كل شيء مثلا لو سكرت مطعم مثل ما حكينا سكرت مدعكة ولا سكرت كائل ولا غيره بضل عندي الاسم فما بعتبر حالي خسران تفائز من هذا people باقي تباران دلم برجلنانيا إني بحكان ديا برناتر باقسامو نتوب صلاح سبوا رستورانيا disebabkan masalah dengan rakan sekerja. Tetapi dia minum puhi cabaran-cabaran tersebut dengan tenang dan menguruskannya dengan bijaksana. Dia berkata yang dia masih baru di dalam perniagaan ini dan dia sentiasa belajar. Semasa kami merakam seorang influencer di media sosial membuat ulasan makanan di restorannya, salah seorang tukang masaknya terlupa meletakkan keju di dalam kunafa di mana ia merupakan bahan utama masakan itu. Dan ini cara Tafaiz berhadapan dengan situasi tersebut. برجع لسنة لورا واليوم بطلع حالي اليوم في إنجازات كتير كبيرة عاملها يعني كل شيء اختلف كل شيء لما هيك الناس بتعرفني بتضحك للناس بسلموا علي بتصوروا معي الشعور بالنسبة لي إنه مبسوط مش إنه والله مضايقني أو شيء لا أبدا صح ما في خصوصية ما عاد في خصوصية بس أنا بالنسبة لي كل شيء أوبن يعني كل شيء مفتوح ما عندي شيء خاص ما عندي شيء مخبى كل شيء أوكي عادي كان طموحي انه افتح بكل ولايه بماليزيا مطعم انه انتشر بماليزيا بعدين هذيك السنه نهايتها تغير تفكيري وصرت بدي بس اعمل محل واحد بس بماليزيا بس يكون كبير كوالالمبور يكون انه الناس لما تيجي عند الشيف عايز بدهم يشوفوا الشيف عايز فهيك ما عم يقدروا يشوفوه كيف بما انه الاكل اللي عندي هو اكل ستاندرد مثل اي مطعم كيف بس اللي بيفرق عنه هو الاسم حابب اتوسع بآسيا اكثر شيء استقراري رح يكون بماليزيا اكيد ما عاد رح اطلع منها ماليزيا هي البلد الوحيد اللي حسيته يعني قدم لي اعطاني كثير فانا لازم اقدم بالمقابل اعطيه يعني اكثر لانه ماليزيا بتستاهل عرفتي كيف يعني غير عمل لك رحت على بلاد ثانيه كمان ما بدي اسميها ما استغليت فرص اللي اجتني استغليتها كلها بس ما في ولا مكان رحت عليه قدرت اوصل للي وصلت له بماليزيا، حتى ما بعتبرها لماليزيا بلدي الثاني هي بلدي الاول. شريتها اني من جاتي بوكتي بهوا دنين بيسيان جالس دن اوساهايا برتروسان ان شاء الله اكمل شاباي امبيان. سهين جابر جمبا لكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.